الامر جدي هادئه ما بين الاداره ما بين مجلس الاداره والكابتن حسام البدري لا تجد مشكله. الشيء الاكيد ان سواء وفاق سيف او حسام البدري متعودين على اللعب الادوار الاولى في الدوري الجزائري والمشاركات الافريقيه. حسام البدري باقي على راس العارضه الفنيه بدون شك. الفريق يعيش مشاكل داخليه من جانب التسييري. بدون شك اي مدرب يشوف الامور في الحاله تتدهور من مباراه الى مباراه من اسبوع لاسبوع فوفاق سيف لن يتخلى عن حسام البدري، بس ان حسام البدري ربما يصبح مجبر على المغادره لن يتقبل الوداع، لاننا بالفعل نعيش ذائقه ماليه كبيره ونعيش تدهور تسييري من سوء الى اسوء.